السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم بإذن الله غنشارك معكم اللحم مقلي مع البصلة في المقلات، أكلة صيفية سهلة وسريعة في التحضير ديالها، كتجي روعة في المذاق، معسلة وبنينة بزاف. وضعت المقلات ديالي فوق النار ودرت فيها نصف كأس العنبة ديال زيت المائدة، ودابا غنضيف اللحم اللي عندي مقطع بحال اللحم اللي كنقطعوه ونديرو به القطبان مشويين. بالنسبة للكمية ديال اللحم دائما كتبقى على حسب الرغبة. غنقلي هاد اللحم غير في الزيت بدون اي اضافات، يعني حتى الاخير. من بعد ما غنقلي اللحم مزيان، من بعد غنضيف البصلة. غنبقى مرة مرة كنحرك هاد اللحم في الزيت بهذا الشكل هذا، وهو كيطلق لي الماء، يعني بقدر ما كنحركو كل مرة حتى كيطلق لي الكميه ديال الماء ديالته كلها، ومن بعد كيولي تشربها. ومن بعد ما كيتشربها كنبقى نحمر هذاك اللحم في الزويته حتى كيتحمر ليا واحد شويه، ومن بعد كنضيف الاضافات اللي باقيين ليا. ها انتم كيف ما ظهر امامكم، راه باقي دابا عاد كيطلق في الماء ديالو. وفي هذه المرحله يعني ما كنغطيو المقله ديالتنا ما والو، كنخليوها بهذا الشكل هذا. هانتوما شوفوا شحال طلق ديال الماء. غنبقى مستمره في التحراك، يعني حتى غادي يشرب ليا الماء ديالو كله، ومن بعد غنبقى نحمر هذاك اللحم في الزيت بهذا الشكل هذا حتى كنحمرو واحد شويه. هانتوما راه ظاهر امامكم اللون اللي حصلت عليه. في هذه المرحله هذه غنضيف عندي حبه ديال البصله كبيره قطعتها شرائح بهذا الشكل هذا، غنضيفها. ودابا غنضيف التوابل. بالنسبه للتوابل عندي ملعقه صغيره ديال الملحه، القليل ديال الابزار، نصف ملعقه ديال سكينجبير، ملعقه صغيره ديال التحميره، والقليل كذلك ديال القزبر يابس مطحون. غنحرك هاد المكونات. ودابا غنغطي على المقله ديالتي ونخلي هاد البصله تنزل ليا في الطياب، يعني ضروري ما تنزل واحد شويه في الطياب. ومن بعد عاد غنعري عليها ونبقى نحركها باش تقلى ليا مع هاد اللحم. غنغطيها ونخليها غير واحد 5 دقائق على ما تنزل شويه في الطياب، ومن بعد غنحل عليها. كيف ما شفتوا حتى هي كتطلق الماء ديالها. ودابا غنستمر في التحريك واحد شويه، يعني حتى كتشرب ليا هذاك الماء وتقلى ليا مع اللحم. غنضيف القليل ديال القزبر والمعدنوس اللي عندي مقطعين. ودابا غنضيف بطاطا اللي سبق لي قليتها، بطاطا فريت اللي كتزيد لينا واحد المذاق جد رائع مع هاد البصله واللحم مقليين. غنحاول ندخل هذيك البطاطا مع اللحم والبصله، يعني واحد المقله اللي رائعه بامتياز، كتجي بنينه بزاف وهي اللي تصلح لينا في هاد الصهد هذا. ودابا غنضيف الكميه اللي بقات لي ديال القزبر والمعدنوس من الفوق، كتزين بهذا الشكل هذا. غنحيد المقله ديالتي فوق النار. و
وانتم اخواتي الشكل ديالها النهائي هو هذا. كتجي الصراحه رائعه، بنينه بزاف، كتجي معسله هذيك اللحم مع البصله. نتمنى من الله لانكم تجربوها واكيد غتنال الاعجاب ديالكم.